أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم عن ثمرات البنيان المرصوص، ثمرات البنيان الذي بناه صاحبه على أساس من كتاب الله وسنة رسول الله، بناه بقوة إيمانية وعقيدة صحيحة. هذه من الثمرات التي نتكلم منها، هي أن هذا البنيان يحبه الله تعالى، ويكفي شرفا أخوتي الكرام، ويكفي فوزا أن الإنسان، أن هذا الإنسان أو هذا المشروع، أن الله تعالى يحبه ويرتضيه عز وجل، وأن هذا البنيان هو بعيد عن الشيطان الرجيم، بعيد عن وسوسة الشيطان، بعيد عن أي صلة، لا صلة له بالشيطان من قريب ولا من بعيد. يعني هؤلاء الذين بنوا هذا البنيان القوي على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، هؤلاء صدقهم مع الله تعالى في الدنيا لما بنوا هذا البنيان ينفعهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا حتى لو ماتوا فإن الناس يذكرونهم بخير، والنفع الذي يأتي من وراء هذا البنيان أو هذا المشروع يأخذ أجره ذاك الرجل أو ذاك الإنسان الذي بناه أو تسبب في بنائه أو تسبب في إعداده وتجهيزه. ولذلك يعني يحضرني الآن أخوتي الكرام بأن الإنسان يجد مثلا استغفارا مكتوبا له في صحيفته كما في الحديث، فيقول أنه يعني لربه أنه لم يفعل هذا، يعني لم يستغفر هذا الاستغفار كله، فيقال له هذا من استغفار ابنك الصالح لك، أو هذا من استغفار ابنك لك. وهذا يرجع لأنه ربى ولده على الخير وربى ابنه على الاستقامة، فهذا ولده لما مات والده استغفر ودعا لوالديه، فكتب له الأجر الوالد، كتب له أجر الولد، هذا الولد الصالح نظير تربيته له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. أيضا هذا الذي بنى هذا المشروع أو أقام هذا المشروع الذي يرتضيه الله عز وجل، وصدقه في هذا المشروع وابتغاءه وخلوصه لله عز وجل، هذا الإخلاص ينفع صاحبه يوم القيامة. يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنهما: هذا يوم ينفع الصادقين، ينفع الموحدين، ينفع الموحدين توحيدهم، ينفع الموحدين توحيدهم، الصادقون الذين أسسوا بنيانهم على طاعة الله، الصادقين الذين أسسوا بنيانهم على طاعة الله وما يحبه الله، وصدقوا الله تعالى في الدنيا، فاليوم ينفعهم صدقهم في الآخرة، وهذا جزاؤهم، لهم جنات ماكثين فيها لا يحولون عنها ولا يزولوا ولا يزولون، رضي الله عنهم أو رضي الله عنهم لما أطاعوه، رضي الله عنهم لما أطاعوه وعملوا بطاعته وأسسوا على ما يحبه ويرضاه واتبعوا رضوانه سبحانه وتعالى، ورضوا رضي الله عنهم لما صدقوه في الدنيا وأسسوا على ما يرتضيه الله سبحانه، ورضوا عن الله عز وجل بما أعطاهم وكافأهم به بالخلود في جنات الخلد والرضوان. فهذه ثمرات إخوتي الكرام، هذه ثمرات البنيان المرصوص، البنيان القوي، المشاريع الحسية التي تبنى على أساس من دين الله سبحانه وتعالى. عندنا إخوتي الكرام البنيان المرصوص الذي هو المرصوص القوي المتين، وعندنا في المقابل البنيان المفرق، البنيان الهش، البنيان المتباعد بين الأجزاء، ذاك الهزيل
الضعيف الذي ينهار عند أدنى دفعة أو أدنى شدة أو أدنى فتنة، هو الذي لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى صاحب البنيان المفرغ أو البنيان الهش الذي بنى، قلنا يعني دائما ضع في بالك أخي الكريم بأن البنيان المفرغ هو البنيان الهش، هو البنيان الذي أسس على غير طاعة الله، أسس بعيدا عن دين الله، لم يعتبر فيه الدين الحنيف، ولم تعتبر فيه العقيدة الصحيحة، ولم يراقب فيه رب العزة تبارك وتعالى، ولم يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو البنيان المفرق الذي لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى لو مات صاحب هذا المشروع أو هذا صاحب هذا البنيان الحسي أو المعنوي فإنه لا يذكر بخير. شوف عندك، خذ عندك فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني استكبار، وأراد يعني أراد أن ينهي مشروع موسى عليه الصلاة والسلام، مشروع الرباني الدعوي، فأراد أن يحوله لنفسه، يحول يعني يضاده بمشروع فاسد، تكبر فيه على الله حتى زعم أنه الإله. الآن فرعون ماذا يذكر إخواني الآن في الدنيا هذه عبر القرون كلها؟ فرعون لا يذكر إلا بسوء، ولا يذكر إلا باللعن، ولا يذكر إلا بالذم، ولا يذكر إلا بالقبح. حتى من آيات الله أن الله تعالى أبقى جسده الآن، كل ينظر إليه في المتاحف موجود، كل ينظر إليه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا في الدنيا. في الآخرة الله تعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون وقومه يعرضون عليه، تعرض عليهم النار الآن في قبورهم بنص القرآن، ويوم تقوم الساعة يدخلون أشد العذاب عياذا بالله. هذا أخوة الكرام البنيان المفرغ. في الحديث أخوة الكرام عند الإمام أحمد من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم تخرقها. يعني هذا الصيام سترة لك، الصيام يعني هذا العمل مشروع أنت قمت به، وهو يجب أن يكون مؤسسا على طاعة الله. يعني الآن نعرف نحن أن الصيام الذي نصومه الآن مثلا أو في هذا الشهر أو في رمضان، هذا الصيام لله عز وجل، ونحن نعرف أحكام الصيام ونعرف مفسدات الصيام ومبطلات الصيام الحسية والمعنوية. لماذا نعرفها أو عرفنا الله عليها ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ حتى نؤدي صياما أو عملا صحيحا خالصا لله ينفعنا يوم الدين. ولذلك هنا في الحديث هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني سترة ووقاية لك من النار، ما لم تخرقها يعني ما لم تثقبها، ما لم تمزعها أو يعني تشققها. سبحان الله، ما الذي يشقق الصيام مثلا؟ أو ما الذي يشقق الصلاة؟ الذي يشقق الصيام مثلا يا إخواني هو أن الإنسان يقوم بهذا العمل لله تعالى، ولكن هذا العمل ترافقه محرمات. يعني الصيام إنسان صايم وينظر إلى المحرمات، ينظر إلى النساء، ينظر إلى مسلسلات، وهذه من الغزو الفكري الذي الآن يعد مثلا للمسلمين، خاصة في أيام هذه الطاعة المباركة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، صيام رمضان تغفر الذنوب كلها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا
يعني إيمانا بالله تعالى، إيمانا بأمر الله واحتسابا امتثالا لأمر الله واحتسابا احتساب الأجر والجوع، أجر الجوع والعطش احتسبه عند الله ثوابا وأجرا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا شيء عظيم. إذن هنا الذي يبني بنيانه ممزقا ويبني صيامه هكذا بهشا، فإنه لا يكون له سترة يوم القيامة ولا وقاية من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا سيأتينا بعد قليل، النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامه أخواني يقول: ورأيت رجلا من أمتي، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه. يعني العمل الصالح يأتي لصاحبه يوم القيامة. هذا الحديث طويل جدا، وفيه يستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة، ماذا تفعل لصاحبها: بر الوالدين وصلة الأرحام والحج والعمرة والصدقة والتواضع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل ذلك الصلاة، وقبلها التوحيد الله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأعمال الصالحة تأتي لصاحبها يوم القيامة، من ذلك الصيام، أنه يأتي لصاحبه يوم القيامة ويسقيه ويرويه. صيامك الذي صمت في الدنيا ابتغاء مرضات الله، الصيام مشروع أسسته بعد إذن الله عز وجل، يجب أن يؤسس على تقوى الله. يعني الصيام مع متابعة محرمات لا ينفع صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني من الصائمين صائم ليس له، يعني هو يتعب نفسه فقط، لأنه صائم مثل هذا الحديث، يصوم لكنه يتابع المحرمات ويقتحم الممنوعات ويقول أنا صائم. هو الصيام أن يصوم الفم عن الأكل، لا، يجب أن تصوم الجوارح كلها. ولذلك هذا الصيام مشروع، ولكنه سترة، هو الصيام سترة ووقاية للناس، للإنسان من النار، ما لم يخرق أو يتسبب في تخريق هذه السترة. وتخريق هذه السترة يكون بأن يكون الإنسان مثلا صائم ثم يطلق جوارحه، يطلق لسانه سب في الناس وغيبة ونميمة، ويسمع المحرمات ويبطش بيده، يضرب الفقراء والمساكين والضعفاء والخدم والسواق والضعيف الذي لا حول له ولا قوة، كذلك يمشي بالنميمة، يمشي على رجليه إلى ينقل النميمة من هذا إلى هذا، يقول فلان قال عنه كذا، من أجل أن يشعل النيران بين اثنين، يسعى من أجل أن يعرقل حاجة من حواجز إخوانه المسلمين وهو في رمضان. فهذا الصيام لا ينفع صاحبه ولا يكون عملا صالحا يوم القيامة يرفع مكانه. ولذلك يعني بعض الناس إذا أطلق جواري يطلق يصوم رمضان ولكنه يطلق جوارحه، يسمع الأغاني والدندنات والمعازف، ويعني لا يمنع نفسه من شيء ولا كأنه صائم. فهذا الصيام ممزق، هذا الصيام لا ينفع صاحبه يوم القيامة، لا يأتي لصاحبه يوم القيامة ينجيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه صيام رمضان فأسقاه ورواه، هذا لمن حافظ على الصيام وأسس الصيام على تقوى الله، على ما يحبه الله ويرضاه. بعض السلف يقول أن الغيبة تخرق الصيام، الغيبة اغتياب الناس، سب الناس من ورائهم وذكرهم بالسوء من ورائهم، هذا يخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، يعني يرقع الصيام. فمن استطاع منكم ألا يأتي بصوم مخرق فليفعل. من استطاع أن يأتي بصوم مخرق فليفعل، يعني من استطاع أن يحرص ويقدم لله تعالى عملا صالحا خالصا فليفعل. افعل واحرص على ألا تقدم صياما ممزق، ما ينفعك، يضرك يوم القيامة وتؤخذ عليه. يعني هذا أخوة الكرام استعرضنا الآن البنيان المرصوص والبنيان الممزق. نأتي بحكم الله سبحانه وتعالى على البنائين، البناء المرصوص والبناء الممزق. الله تعالى يقول:
يعني يبين لعباده أن البناء الذي أسس على تقواه وعلى ما يحب ويرضاه هو البنيان الذي ينفع صاحبه والذي يحبه الله ويرضاه، وأن من أسس بنيانه على غير تقوى الله على غير ما يريده الله فمثل الذي بنى بنيانا على طرف جرف انهار، على طرف بئر، على طرف مرتفع، وهذا المرتفع يوشك أن ينهار. هذا الذي يريده الله تعالى. أفمن أسس، يقول الله تعالى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي يبني بنيانه الممزق ويبني مشاريعه الحسية والمعنوية على غير ما يحبه الله مثل بالضبط مثل الذي يبني بنيانا يأتي لمكان مرتفع ويعلم أن هذا المكان آيل للسقوط ثم يبني عليه بنيان، نفس الشيء بالضبط. هذا الذي يعنيه الله تعالى. أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، يعني يبنيه على طرف بئر مثلا أو على طرف مرتفع ويعلم علم اليقين أن هذا المرتفع وهذا البئر آيل سيسقط، ومع ذلك يبني ويعرف يبني فينهار هذا البناء والعياذ بالله ويخسر كل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.